طلب به السوريون، هل استجابت الحكومة في النهاية لمطالب المتظاهرين؟ هذه كانت سابقا قبل أن يقوم المتظاهرون بإسقاط قانون الطوارئ، حالة الطوارئ سقطت مع نزول المظاهرات رغم انف السلطة وهذا الكم الهائل في كل المحافظات. يبدو أن الأخ عنده عدم متابعة كاملة للحدود والجغرافيا السورية، وأنه لا يعرف أنه قامت في الحسكة وفي القامشلي وفي ديريك وفي عمودة، كما قامت في دير الزور والبوكمال، وكما قامت في الرقة، وكما قالت في قرى حلب، وكما قامت في الجامعات. يبدو أنه يرى كل سوريا هي على الحدود اللبنانية، وأنه حسب النظرية المهزلية والكوميدية للنظام السوري أنه بدأوا بمسرحية سعد الحريري بندر بن سلطان، ثم انتقلوا رأوها فشلت لم تلقى أذنا صاغية عالميا وإعلاميا، فانتقلوا إلى مرحلة الأخوان المسلمين، ثم مندسين، ثم ملثمين، ثم مجموعات وعصابات مسلحة. نسبوا في الصور الأخيرة رآها العالم وأجمع لحسن الحظ أن شعبنا العظيم الذكي المتعلم الذي كان مسلحا بهذه الكاميرات والهواتف والتي سجل كل لحظات وغالبيتها التي تقوم فيها السلطات وملثميها، بالصدفة رأتهم الكاميرا التلفزيون السوري التي كانت بالصدفة موجودة وصورتهم وهم بكامل حريتهم يطلقون صورتهم، بينما شعبنا الأعزل هذا العظيم الشجاع الذي نزل بصدور عارية إلى الشارع ورفع كاميرات ليصور جرائمهم الأخ يتجاهلها. ثم نسبوا، إذا رأيتم في الأخيرة لما يدوسون على رؤوس الناس ويضربوها ويشتموها، بأنها أولا عصابات مسلحة ثم تحولت إلى بيشمركة، ثم تحولت إلى أنها مصورة سابقا في العراق، ثم تحولت إلى عملية ناس مندسين. احترنا كل يوم سيناريو. الآن شعبنا فندها عندما ظهر الشباب وأبرز هويته وكان أحد الضحايا لتعذيبهم ولقمعهم وصور المنطقة في ساحة بانياس، يعني شيء مخزي، مخزي أنه يظهرون على الإعلام بهذا المستوى من الأكاذيب. ثم قالوا أن سيارات محملة بالسلاح أتت من العراق وبالصدفة، هؤلاء الذين قتلوا كمال جنبلاط سابقا ووضعوا عليها لوحة العراق بغداد. هذا نظام مجرم قاتل كل يوم يكذب يكذب يكذب. طيب، المشكلة أنهم لا يستطيعوا أن يكذبوا كل الوقت يعني على كل يعني الناس. يعني كل هذه الأجراءات برأيك لا معنى لها؟ لا 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 يا أخي الكريم، القضية ليست مطالبة وإصلاحات. الشعب السوري يخوض ثورة تحرير، نحن الآن خلناه ومنذ نحن في حالة الجلاء الحقيقي والجلاء الثاني. رحل المستعمر الأجنبي سابقا والآن نرحل أذياله. لقد قمعونا 40 عاما من اللاشرعية. إنسان وريث منصب، أبوه قام بانقلاب عسكري وعلى الانقلاب الذي قبله، إذن تسلسل لا شرعي. التقادم لا يشرعن الباطل، وكلما بني على باطل فهو باطل. إذن بشار أسد ليس رئيسا شرعيا لسوريا، لا هو ولا حكومته ولا مجلس الدمى الذي يملكه ولا كل المصفقين. شعبنا يخوض ثورة حرية كاملة وعلى استعداد لدفع الدماء. طيب، من أقصاها إلى أقصاها. اسمح لي العفو، لا طائفية وحرية وسلمية هتفها الشعب. كان الشعب يريد إسقاط، يريد الإصلاح، لم ينتبهوا، ضربوه بقوة، انتقل إلى أسقاط النظام. ستكون قريبا محاكم النظام وستكون إعدام النظام. اسمح لي، على ذكر ذلك معركة خاسرة. على ذكر ذلك يعني الشعب طلب نقاش سيد وائل الحافظ. يعني أولا ما رأيك، يعني هل السلطات السورية لم تستعمل العنف مثل ما قال ضيفنا من بيروت منذ البداية؟ ثم يعني ما حقيقة الفتنة التي يقول النظام إنها تستهدف أمن واستقرار سوريا، والجميع يقول أنه ليست هناك فتنة والسوريون جميعهم متحدون على مطالب واحدة؟ تماما أخي الكريم، اسمح لي بداية أرد على الأخ ولن أنزل إلى مستوى الإسفاف الأدبي في التعامل وفي لغة الخطاب معه. الرجل هو إذا يتهم وبكل سهولة أي طرف وطني سوري لأنه لديه مصالح تحابي النظام ولرؤية معينة وأشياء كثيرة تجمعه مع النظام، هذه لا تعنينا. أنا هنا للدفاع عن موقف شعبي، شعبنا العربي السوري، هذا المستعمر المحتل منذ أكثر من 40 عاما. لا يستطيع السيد حطيط ولا أي شخص آخر أن يدافع عنه. هذا نظام باع الجولان التي ترضخ تحت الاحتلال الإسرائيلي وسلمها حافظ أسد عندما كان وزيرا للدفاع في عام 67. حافظ أسد انقلب في كل السنين هذه لم نرى إلا القمع والعنف والفساد والرشوة والمحسوبية والتدمير، السجون، القبور، الترهيب، التهجير. يا أخي وضع مدمر قاسي مجرم لا يمكن التساهل معه. الآن شعبنا انطلق في هذه الثورة، لا يمكن لا تعاضد السيد حطيط ولا إيران ولا لبنان ولا كل المتعاطفين معه في لبنان أن يقدموا ويؤخروا. القضية قضية سورية، وبالمناسبة أحذر الجميع، أي شخص غير سوري يتواجد على الأراضي السورية مسلحا يتعامل في الوضع الداخلي السوري سنقدمه إلى المحاكم بتهمة مرتزق موجود على الأراضي السورية، فحذرهم، يفهمون الرسالة. ثانيا،
النظام السوري. هذا النظام نعم رأيناه يلقي بالورود على المتظاهرين، لم يطلق الرصاص المطاطي لأنه ممنوع دوليا، أطلق الرصاص الحي مباشرة. هؤلاء الملثمين الذين لم يكونوا إلا من عصابات الشبيحة التي تتبع لشيخ الجبل يسمى اسمه محمد الأسد على ما أعتقد، وأخوه نمير وكمال وكل تنظيمات عائلة الفساد هذه وكل العروق، هذه تنظيمات الشبيحة والمتعاطفين معها ومسلحين حتى الأسنان ومدربين ويمتلكون الإمكانيات كاملة بتهريب المخدرات وحبوب الهلوسة وكل ما يريدون والأسلحة، كل الفساد والفجور يقودوه في سوريا. ننتقل إلى قوات القمع التي يمتلكها النظام، بدءا كما حكى الشيخ في حمص، الفرقة الرابعة التي يديرها ماهر أسد، هذا الذي سقدم إلى المحاكم قريبا كما رأيناه في مجزرة الصيدناية واقفا كالطاووس الفارغ يتفرج على جثث الأبرياء الضحايا في السجن عام 2008، سيقدم هذه وثيقة. وبالمناسبة نحن أعددنا وثائق كاملة بدءا من الجرائم السابقة للنظام إلى عملية الأطفال الذين عذبوا وقلعت أظافرهم والمساجين في هذه المظاهرات الحالية والتي تم تعذيبهم إلى المحكمة الدولية. والله سنقدمهم إلى أسوأ من نورنبرغ وأسوأ من لاهاي. أعود إلى سؤالك، تفضل. عملية النظام استعمل منذ البداية، ولا بالأحرى لم يستعمل إلا القوة وإلا القمع، إن كانوا ملثمين أو بلباسهم المدني أو بلباسهم العسكري، لم يطلقوا إلا النار ويقتنصوا، كانوا على الأسطحة، كانوا يفاجئون الناس في الليالي ويداهمون، لم يتعودوا إلا على افتعال الجريمة. هذا المشجب الذي يتعلق به أيضا الأخ حطيط والآخرين من متابعي وأتباع النظام، أنه دائما المؤامرة الخارجية، العدو الصهيوني، الولايات المتحدة، مغرب الأطلسي. اسمح لي، العفو، من كان يحرس حدود هذا الكيان الصهيوني غير هذا النظام 40 عاما وتوجته صحيفة الهارتس ملكا لإسرائيل؟ طيب. ثانيا، الجيش السوري لم يستعملوه إلا في حماة مع قوات القمع التي قادها المجرم السابق رفعت أسد، قتلوا الناس في حماة 47,000، لم يفتعلوا المذابح في سجون تدمر وصيناء. كيف ترد على السيد العميد؟ ماذا سرد عليه؟ أعيد له الأسطوانة، لن أنزل إلى مستواه، يكلف نفسه يعني، ومن المعيب إنسان بمستواه العلمي والعسكري أن يتهم الآخرين جزافا أنهم خونة وعملاء. هذا الاتهام السهل، هذا يدل على إفلاس، لا يوجد عنده من الحجج أن يبرهن على أن هذا النظام وطني، لأنه لا وطني، لا يمكن أن يدافع عن شرعية هذا النظام، لا يمكن أن يدافع عن أي مقاومة تتكلم. أنا لم أقطع عن أي مقاومة تتكلم، المقاومة الحقيقية التي يمدها الشعب العربي السوري عمقا لها، ليست التي تمدها النظام، هذا اللي يقايض فيها في كل المؤتمرات السرية التي يعقدها مع إسرائيل وأمريكا. كان الشرع في لقاءاته مع باراك، انظر محاضر الاجتماعات لقاءات الشرع مع باراك سابقا لتنظيم أمور كما يسمونه السلام، الوساطة وتقبيل الأحذية لتركيا ولفرنسا ليتدخلوا وسيطا حتى يبقى هذه السلطة اللاشرعية. أنت وغيرك يجب أن تسمعوا، ليس لك أي تدخل في الشأن الداخلي السوري، لأنك تتدخل لصالح الظلم، لصالح الباطل، لصالح القتلة، لصالح الأملاء، لذلك عليك أن تصمت. عليك أن تصمت. أنا أتحدث باسم شعبي الذي يقدم دمه رخيصا في سبيل الحرية، أتحدث باسم الشباب الشهداء الذين قدموا دمهم رخيصا في درعا وفي اللاذقية وفي بانياس وفي حمص وفي كل أنحاء سوريا، أتكلم باسم الأمهات الثكالة، باسم الأخوات الذين يكون باسم الأطفال الذين عذبوا، أتكلم باسم الذين في السجون والمغيبون. عليكم أن تصمتوا، تنافقوا لمصلحة إيران أنتم وحزب الله، وتنافقون لكذا. عليكم أن تصمتوا عندما تتكلم سوريا هي التي الشعب السوري هو الذي سيحرر نفسه وسيحرر لبنان وسيحرر فلسطين، هذه هي الحرية. الناس تقدم نفسها ودمها رخيصا في سبيل أن تحيا بحرية كالشعوب الأخرى. يجب أن تصمتوا، أنتم العسكريون المتسلطون بهذا الفكر القمعي الذي تشجعه بهذه الأقاويل. استسمحكما فقط الآن سيد وائل الحافظ، ما الذي تريده المعارضة؟ هل تطالبون صراحة برحيل بشار الأسد أم أن الإصلاح كان أو كافي ليهدئ من الوضع في سوريا؟ يا أخي الكريم، يرى العالم أجمع، ليس نحن فقط، أن الرجل يعطي وعودا ولا ينفذ، يسربون أقوالا من أنه لا يجرؤ ولا يحكم وأن هناك خلايا تحكم غيره. نحن لا يهمنا هذا، الرجل في 11 عاما لم يفعل شيء. أنا من الذين كانوا لا يؤمنون بنظرية وصوله إلى السلطة كوريث ومن أنه سيصلح. كثير من الناس يعني داست على أعصابها ومشاعرها وأعطته فرصة 11 عاما، لم يتطور فيها إلا الفساد والمحسوبية والرشوة والقمع والقتل والتسجين والسجون والتهجير، إذا لم يعطي شيء. الآن يريد في خطابه الأول، يعني باختصار المطالبة برحيل بشار الأسد. الآن حلين، إما أن يرحل سلميا فيدعى إلى مؤتمر وطني وبحضور دولي بحيث الناس كلها تشارك الأطراف الوطنية لانتقال سلطة سلمي، وإلا فالثورة مستمرة حتى النصر ومحاكمتهم. دعنا نعرف باختصار ما موقف السيد أمين حطيط.